السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع عمر دايزر. 2020 انتهت تمام الحمد لله، و2021 واضح انها داخله بقوه وحماس، عشان النهارده عندنا شويه اخبار وتسريبات حماسيه جدا، بدايه مع شاومي اللي كانت عامله شغل قوي جدا بالذات في النص الثاني من 2020، واللي ما زال عندهم مفاجاه واضح انها قويه جدا جايه قريبا نحكي عليها دلوقتي. نتكلم كمان على اخبار وتسريبات من ون بلس، واكيد لازم نتكلم على سامسونج مع كتير من التسريبات، وهنتكلم كمان عن الجهاز الواضح جدا هيكون الجهاز اللي هيغير شكل مستقبل اجهزه سامسونج خلال الفترة القادمة. قبل ما نبدأ أكيد ياريت تنسوش لايك عنيف، ياريت كمان تشتركوا في القناة وتشغلوا جرس التنبيهات عشان معنا في كل الأخبار الجديدة أول بأول. أوكي خلينا نبدأ مع شاومي، ولسه من فترة قليلة جدا كنا بنتكلم على المي 11 اللي شاومي أطلقته حديثا، ويعتبر جهاز شرس جدا بجميع المقاييس، ويعتبر أول جهاز في العالم فعليا مع سناب دراجون 380، وواضح أكيد إن في ناس كتير جدا منبهرة بهذا الجهاز عشان فعليا شاومي باعت أكثر من 350 ألف نسخة من المي 11 في أول 5 دقايق بس من ساعة ما اتعرض. دي حاجة رهيبة جدا، وده شيء متفاهم صراحة، الجهاز فعليا يعتبر مش ناقصه أي حاجة، وكمان أول فلاجشيب مع 380 فأكيد حاجة حماسية. بس قبل ما تتحمس زيادة قوي للجهاز ده، خلي بالك إن شاومي بتحضر لمفاجأة تانية، مي 11 برو. أنا استغربت بصراحة في المؤتمر إنه مفيش غير موبايل واحد بس، يعني معظم أو كل مؤتمرات الموبايلات دلوقتي عندك نسخة كذا ونسخة كذا ونسخة كذا، ما كانش فيه غير نسخة واحدة بس العادي مي 11، فشكيت إن هيكون في مي 11 برو. واضح دلوقتي من التسريبات إن فعليا في مي 11 برو. طبعا ممكن تفكر طب ايه اللي ممكن تاني يتضاف فيه، ايه اللي ممكن يتحسن. التركيز هنا هيكون الفرق الاساسي فيه هو الكاميرات. يمكن الحاجه اللي ناقصه من المي 11 العادي غير ان الشاحن يكون موجود جوه العلبه ان مفيش كاميرا زوم، بس عندك الكاميرا الاساسيه ال 108 والكاميرا الثانيه الترا وايد، والكاميرا ال 108 هنا تعتبر السنسور القديم زي ما حكينا في الفيديو قبل كده. بس المي 11 برو بقى جاي يصلح هذا الموضوع، جاي مع بقيه المواصفات الحلوه جدا مع المي 11، لكن بيضيف لك معاها كاميرات جديدة. إذا التسريبات صحيحة فممكن تتوقع المي 11 برو في شهر فبراير مثلا، وشكل الكاميرات في الظهر هنا مختلف تماما، إذا برضو الريندرز دي صحيحة، شكلها تحسها شبه كاميرات سامسونج لكن متركبة بالعرض، وهنا إضافت كاميرا أساسية هنا البيريسكوب، واللي المفروض حسب الصور هتديك 120 إكس، زي ما شفنا قبل كده في المي 10 ألترا. حسب التسريبات ده الفرق الأساسي الوحيد اللي هيكون موجود في نسخة البرو، وبصراحة مفيش حاجة تانية أصلا تضاف، كل حاجة تانية كويسة جدا، بالذات الشاشة الخطيرة ال 120 هرتز AMOLED 480 هرتز تاتش سامبلينج، واللي واخده A بلس ريتنج من ديسبلاي ميت احسن تقييم، و1500 نتس وحاجات خطيره. متحمس اكيد للمي 11 او المي 11 برو، بصراحه ما عنديش اي مشكله مع الاثنين وهنشوفهم قريبا. في حاجه ثانيه كمان هنشوفها قريبا من شاومي او تبع شاومي، وهي البوكو اف 2. فاكرين الاف 1 رهيب؟ هنا بقى الاف 2 خليفه الاف 1 مباشره. كان في بوكوهات تانية لكن ده خليفة البوكو الأصلي. في فيديو نزلته بوكو على تويتر تحتفل بيه بإنجازات 2020، وفي كام لقطة كده بيبان اسم F2، يعني الـ F2 جاي في 2021، ومفيش معلومات كتير عن الجهاز دلوقتي، بس التسريبات بتقول إنه هيجي مع شاشة 120 هرتز AMOLED، وأكيد زي ما أنتم عارفين بوكو أسعارها خزعبلية جدا، لكن ما تتوقعش الفلاج شيب اللي هينزل مثلا مع 380 زي ما شفنا مع الاف 1 اللي كان نازل مع فلاج شيب من البروسيسور ساعتها، يقال حسب تسريبات هيكون 732 جي، دي هتكون حاجه محبطه شويه. الاف عارفين الاف يبقى لازم توب ماكسيمم كل حاجه، لكن هنشوف لسه مش باين لحد دلوقتي. وعلى سيره المعالجات خلينا نتكلم على معالج جديد تماما هيفتح المجال اللي انا شايف انها طفره في فئه البادجت فونز والموبايلات الرخيصه نسبيا. شركه كوالكوم من زمان عندها فئه 800 للفلاج شيبس، عندها فئه 600 للميد رينج وما قريب من الفلاج شيبس، وعندها فئه 400 للبادجت شويه. اخر حاجه كان 460 كان يعتبر بروسيسور لطيف كويس، لكن دلوقتي كوالكوم اعلنت عن 480 ويعتبر فرق مهول عن 460. اولا سناب دراجون 480 هو اول تشيب من فئه 400 بتدعم ال 5G رسميا، جاي جواها المودم بتاع الاكس 51 بتاع كوالكوم نفس الموجود على فئه 600، وعندك 5G شغال مع المليمتر ويف وكل شبكات 5G اللي انت عايزها. طبعا مش كل الدول فيها 5G، لكن ده بيفتح المجال ان مفيش حجه دلوقتي قدام الشركات عشان فعليا موبايلات ال 5G تبدا اسعارها ممكن من 150 دولار مثلا بعد كده. بعيدا عن ال 5G كمان 480 دلوقتي بيديك قفزه في الاداء، يعتبر فعليا ضعف الاداء اللي كنت بتاخده من 460، الكلام ده في السي بي يو والجي بي يو، كارت الشاشه كمان يقدر يشغل لك جيمز احسن، ويديك كمان 70% تطور في
في وظائف الـ AI والذكاء الصناعي وما إلى ذلك. ده غير أنه كان بيدعم دلوقتي شاشات الفول اتش دي 120 هرتز، ده غير كمان في Image Signal Processor جديد أو وحدة معالجة صور فيحسن أداء الكاميرات. الموضوع فعلا كبير، طفرة كبيرة في مجال البادجت فونز اللي بتشتغل بفئة 400. الكلام ده أكيد بيحمسني أشوف الفئات الجديدة من 600 و700 من كوالكوم، وأكيد توقع أنك تشوف موبايلات كتير جدا بسناب دراجون 480 على الأقل خلال الشهور القادمة تقريبا من جميع الشركات. خلينا دلوقتي نحول على LG. والخبر ده يفكرنا بحدث مهم جدا، أن شهر يناير يا جماعة عندنا مؤتمر CES زي كل سنة. السنة اللي فاتت كنت معاكم في المؤتمر رسميا لأول مرة، كان بالنسبة لي CES اتفرجنا فيها على حاجات خطيرة جدا. المرة دي CES هيكون فيرتشوال ايفنت، هتكون الايفنتس كلها اونلاين، فيديوهات، حاجات لايف وما الى ذلك، وان شاء الله برضه هتابع معاكم اول باول كل الحاجات الجديدة. واحدة من الشركات المتحمس ليها جدا واللي بدأت تعمل تيزينج كده الحاجات هتعرضها في 2021 CES هي LG. LG كل سنة بتطلع لنا تلفزيونات فيها فكرة جديدة وعجيبة، تلفزيونات شفافة، تلفزيونات رولابل بتدخل جوه صندوق. المرة دي عندها فكرة جديدة كمان، تلفزيون بينحني حسب مزاجك انت. LG من الشركات القليلة جدا اللي بدأت تمسح الخط ما بين حاجة اسمها تلفزيون وحاجة اسمها مونيتور، يعني نفس الشاشة اللي تستخدمها للجيمينج كتلفزيون او تستخدمها كمان كبي سي مونيتور زي ما انا بستخدم دلوقتي السي 10 بتاعتهم. الشاشة الجديدة برضو نفس الموضوع، انت تقدر تستخدمها منحنية عشان تستخدمها في الجيمز وتقدر تعيش بقى اميرجن واجواء، لكن تقدر تفردها عشان تستخدمها كتلفزيون وانت قاعد بعيد ما يكونش عندك التأثير السلبي للانحناء والاضاءة وما اعرفش ايه. فكرة غريبة وخطيرة جدا. الشاشة دي كمان بتدعم 120 هرتز، ما فيهاش تنازلات طبعا، OLED عشان تنحني. متحمس جدا لكل الحاجات الجديدة دي، وترقبوا ان شاء الله تغطية لكل الحاجات الحماسية في CES 2021. اوكي، حان الوقت دلوقتي ان احنا نحول على سامسونج. وزي ما سمعنا في تسريبات كتير قبل كده، مؤتمر سامسونج اللي اعلن عن سلسلة S21 هذا الشهر تحديدا ورسميا دلوقتي ان شاء الله يوم 14 يناير. الدعوات دلوقتي بقت موجوده رسميا، ولو فاكرين الاس 20 كنت معاكم هناك رسميا في امريكا وقت المؤتمر، لكن دلوقتي مفيش مؤتمر اساسا عشان الموضوع كله هيكون لايف زي كل حاجه بتحصل في حياتنا الايام دي. والفيديو اللي عاملاه سامسونج كده كتيزنج للموضوع بيوضح حسب ما هو باين في النغمشه دي شكل الكاميرات بتاعت الاجهزه الجديده، عشان احنا اوريدي شفنا شكلها كتير جدا حاليا. بس خلي بالك ان بالرغم ان في حاجات كتير شفناها الفتره اللي فاتت، الا ان في حاجات جديده كمان مهمه ظهرت حديثا جدا. والمؤتمر هيكون كبير، هيكون فيه منتجات كتير سامسونج هتتكلم عنها. عندك 3 موبايلات، اولا الاس 21 21 بلس وال 21 الترا اكيد، لكن كمان في منتجات ثانيه زي مثلا سماعات الجالكسي بادز برو سمعنا عنها الفتره اللي فاتت، ودلوقتي كمان ليها فيديوهات ناس بتستخدمها. التسريبات ضربت من سامسونج جامد المره دي. البادز برو المفروض انه هيكون يمكن اغلى سماعات عملتها سامسونج كان اير، سماعات ب $200. المفروض انه هيكون فيها نويز كانسليشن، وتحسها كده ميكس ما بين البادز بلس وبين البادز لايف اللي هي البينز. سماعات سامسونج اللي فاتت عامه كويسه جدا، ومتحمس اشوف الميكس الجديد ما بين النوعين اللي فاتوا هيكون عامل ازاي. سامسونج كمان عندها فئه جديده تماما. لو فاكرين احنا كنا سمعنا تسريبات ان ابل بتحضر للتراكر، حاجه كده بتتتبع حاجاتك الضايعه مثلا او اللي خايف انها تضيع زي ما شفنا في تايل قبل كده. واضح بقى طبعا ابل ما اعلنتش عن حاجه زي كده لحد دلوقتي، لكن واضح ان سامسونج عايزه تسبق الموضوع، وفعليا في تسريبات للتراكر سامسونج اتكلمت عنه في المؤتمر. شركه تايل دلوقتي اكيد في وضع حرج، اكيد بيفكروا ايه اللي بيحصل حوالينا ده، لان سامسونج عندها جهاز جديد اسمه سمارت تاج، وطبعا ابل بتحضر لواحد، وده هيكون حاجه كده تقدر تعلقها في ميداليه مفاتيح، تشبكها في شنطه، تحطها مع حاجه زي كده، وتقدر تعرف مكانها تحديدا عن طريق ابلكيشن على موبايلك. انا بستخدم منتجات تايل من زمان وفكرتهم ممتازه بصراحه، والعامل الاساسي هنا الفكره دي مش جديده اكيد، لكن العامل الاساسي هيكون السعر. اذا الحاجات دي اتباعت بسعر لطيف، سعر منخفض، اكيد هتفتح مجال لناس كتير انها تستفيد من حاجه زي دي. لو اي حاجه خايف عليها تشبكها مباشره، وكده تكون تقدر تحدد مكانها في اي مكان في العالم. طبعا تيجي معاها بطاريات تقدر تبدلها، مثلا تبدل كل فتره طويله مش محتاج تشحنها. بس خلينا نركز دلوقتي بقى على الموبايلات. ولو فاكرين من فتره اكيد كنا عملنا موضوع كبير على ان سلسله النوت احتمال تتلغي في 2021، او سامسونج على الاقل تدمجها في سلسله الاس. لسه الموضوع ده مش واضح رسميا، يعني سامسونج قالت الناحيتين، قالت ان احنا مفيش نوت، وقالت برضو لا في نوت يا جماعه ما تقلقوش ما اعرفش ايه. لكن التسريبات اللي ظهرت بقى للاس 21 الترا، تسريبات جديده جدا، بتقول ان حتى لو في نوت السنه دي محتمل جدا النوت فعليا يكون انتهى، لان ده الجهاز اللي هيستبدل النوت بعد كده. والتسريب ده لكفر للاس 21 الترا، وانا ببص له كده ممكن تحس اوكي كفر، يعني ايه المشكله، يعني الكفر اللي هو بيتقفل كده زي البوك، لكن الكفر ده اهم بكتير مما يبدو عليه، عشان ده الكفر اللي فعليا هيحول الاس 21 الترا
لنوت. حسبنا في تسريبات كتير قبل كده ان الاس 21 الترا على الاقل في سلسله الاس 21 هيدعم الاس بن، وفعليا ده الكفر اللي تقدر تركب فيه الاس بن بدل ما يكون موجود جوه جسم الموبايل زي ما بتشوف في النوت. والاس بن الجديد اساسا اللي هيشتغل مع الموبايل ده مختلف تماما عن الاس بن اللي انت بتشوفه في النوت. الاس بن طبعا بتاع النوت لازم يكون بشكل معين عشان يقدر يدخل جوه الجهاز في مكانه المخصوص، لكن الاس بن ده يبدو شبه بتاع التاب اس 7 مثلا، يعني قلم شكله عادي جدا واكبر بكتير من الواضح مع النوت. وعلى فكره الكيس دي فيها يعني بيتركب فيها القلم جنب الموبايل وبيسمح للقلم ان هو يتشحن من الموبايل نفسه، طبعا مش زي النوت وكل حاجه سيملس كده في بعضيها، لكن المكان ده اول ما تحط القلم في مكانه في الكيس هيبدا يشحن مباشره من الموبايل. يقال ان القلم لوحده هيتباع ب 40 يورو زي سعر الاس بن اللي بيجي مع النوت لو مثلا ضاع منك او حاجه زي كده. وهو الحل ما شكلوش شيك بصراحه، ما شكلوش شيك، اتمنى يكون في فاريشنز تانيه من شكل الكيس دي من غير الكفر اللي على الوش، ولكن طبعا اكيد مش هيكون زي اطلاقا ما القلم بيدخل جوه الموبايل نفسه زي ما تشوف في شياكه النوت التقليدي. فمعنى كده غير انت هتدفع فلوس اكتر هتشيل كمان موبايل اكبر وبشكل معين كده عشان يجي معاك الاس بن. طبعا ده يعتبر حل مش لطيف قوي، لكن اذا انت فكرت فيها ان مفيش نوت السنه دي في 2021 فاكيد ده يعتبر حل كويس، على الاقل في طريقه انك زباين النوت التقليديين يستخدموا القلم مع الموبايل. بس اوفرول انا اعتقد جدا ان الكومبو ده الاس 21 الترا مع الكيس بتاعت الاس بن اتوقع ان دي حاجه هتغير سيستم وشكل وخط موبايلات سامسونج في 2021 تماما. يعني سامسونج دلوقتي حاجه وبعد الخطوه دي هتبقى حاجه تانية تماما. وحابب اكيد اسمع رايكم في هذا الموضوع، شايفين دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ اظن اكيد كل فانز النوت هيقولوا دي حاجه وحشه وبتاع، بس اذا انت كنت غاوي سلسلة الاس بس نفسك تجرب سلسلة النوت لكن مش عايز تشتري نوت، ممكن تكون حاجة حلوة، فهي حسب وجهة نظرك. سامعني رأيكم في التعليقات. خليني اختم الاخبار النهاردة مع ون بلس. ولو فاكرين كنا اتكلمنا ان ون بلس فعليا اعلنت انها بتحضر السمارت ووتش، تدخل في عالم السمارت ووتشز، لكن واضح ان اول دخول ليها في عالم الويرابلز مش هيبقى مع ساعة ذكية قد ما هيبقى مع سبورتس باند. وفي تسريبات كتير الشركة نفسها طلعت زي تلميح كده وصوره كده بتبين لك جزء منها، لكن في تسريبات ظهرت بعديها لشكل سمارت باند فعليا، والمفروض انها تكون حاجه رخيصه تقدر تتابع بيها الرياضه، تقدر تقيس كمان نسبه تشبع الاكسجين في الدم، تتبع النوم، البطاريه تقعد معاك حوالي اسبوعين، شاشه اولد. شكلها بصراحه مش حلو قوي، يعني شكلها مش حاجه مميزه حسب التسريبات، لكن السعر هيكون في حدود 35 دولار، فده هيكون برضو سعر اكيد مناسب، لكن مش هي دي السمارت ووتش، المفروض ان السمارت ووتش لسه شغالين عليها، بس داخله في عالم الويرابلز. وبس مع هذا الخبر اللطيف نكون وصلنا لنهايه هذه الحلقه من موجز تكنولوجيا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك عنيف، يا ريت تشتركوا في القناه، تشغلوا جرس التنبيهات عشان معانا في كل الاخبار الجديده اول باول، يا ريت كمان تابعونا على انستجرام فيسبوك تويتر، رابط تحت الفيديو. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.